ازيكم يا شباب، معاكم مهندس مصطفى رضا من شركة كريتيف جروب. رجعنا تاني عشان نشرح جزء جديد من شرح سلسلة كورس الـ ICDL، وهنتكلم النهاردة عن التايم شيت في برنامج الإكسل. نبدأ نفتح كده برنامج الإكسل، نعرض قدامنا التايم شيت بتاعنا، هيبقى عندي بالشكل كده. نبدأ نكريت الأول تيبل الشكل اللي قدامي. أنا عاوز كام كولوم؟ 1 2 3 4 5، ولنفترض في 15 رو، يبقى أنا هاخد كده 1 2 3 4 5 في 15 رو. أخليها بوردرز عادي جدا، مش لازم أعمل تيبل أو فورمات أستيبل. وهاجي تحت هنا أخليها برضو أول بوردرز بالشكل ده، أختار كولر هنا ونفترض إن هو هيبقى اللون ده، وهعملها من الشادينج كولر. أبدأ أكتب هنا كده ديت تشيك إن تشيك أوت أوفر تايم نوت. هيبقى ده الشكل النهائي للتيبل. هاجي بعد كده عاوز أحط التكست عندي في نص السل، هروح على Align Center، خلي بعد كده شكل التكست بولد، وأكبر شوية التكست الفون سايز 14، وأبدأ أكبر شوية الخلايا بتاعتي بالشكل ده. أنا دلوقتي بتكلم على أول حاجة الديت. هاجي نفترض إن إحنا هنعمل الشهر بتاعنا بداية من شهر 1/1/2017، وابدا اروح على اوتو فيل بالشكل ده عشان يبدا يعد لي اليوم بتاعي. هروح بعد كده على تشيك ان، ونفترض ان انا بروح شغلي يوميا الساعه 8 صباحا، يبقى 08 بالشكل ده. نبدا نكتب 0000 AM، وابدا اروح على اوتو فيل تاني بس عشان اخدها كوبي. فهاجي بعد ما اخلص اوتو فيل هروح على التابة اللي عندي اوتو فيل اوبشن، وخليها كوبي سيلز، هيبدأ يجيبها لي بالشكل ده. ابدأ اكتب بعد كده تشيك اوت خروجي من شغلي، هيبقى الساعة نفترض 7، هيكون بي ام. هبدأ اعمل اوتو فيل تاني وخليها برضو كوبي الشكل اللي قدامي ده. هروح بعد كده على 3 كولوم، ابدا اعمل سيليكت خليه سنتر الاين سنتر بولد كده، بقى شكلها افضل. انا دلوقتي عاوز احسب الاوفر تايم بتاعي. نبدا نكتب اي ارقام عشوائيه في الاوفر تايم، هاجي هنا اكتب توتال عدد ساعات الاوفر تايم، وهنا هيبقى الاوفر تايم بالعملة بتاعتي، وهنا السالري بتاعي مع الاوفر تايم. هاجي هنا في توتال هبدأ احسب الاوفر تايم بتاعي بايه بالظبط، هبدأ احسبه باوتو سم. يبقى هاجي على الخلايا اللي هنا وابدأ اروح على الاوتو سم، واجمع الخلايا بتاعتي الشكل اللي قدامي، هنلاقي المعادلة بتاعتي بتقول يساوي صم من M4 لحد M15. وابدأ ادوس انتر. عدد ساعات العمل بتاعتي 12 ساعة. مفروض بعد كده اعمل ايه؟ عايز احسب عدد ساعات العمل دي هتكون ازاي بالجنيه. يبقى عدد ساعات العمل عندي 12 ساعة. هروح بعد كده على الاوفر تايم، ابدا اكتب معادله وهكريتها مانيوال. المعادله هتقول عدد ساعات العمل بتاعت ال 12 ساعه بيساوي كام بالجنيه. اي معادله بتبدا معايا في الاكسل بتبدا بايكوال. نفترض ان الساعه بتاعتي ب50 جنيه، هتبقى 50 جنيه في الخليه اللي اسمها M16،
وابدأ اضغط انتر تبقى ب600. يبقى انا كده الاتناشر ساعة في الاوفر تايم بستمية جنيه في الشهر، هكتب ايكوال 5000 زائد الخلية دي اللي هي M17، وابدأ اضغط انتر، ويبقى ده الناتج بتاعي في نهاية الشهر. المستفيد من التايم شيت ان حضرتك بتعرف الاوفر تايم بتاعك كام كل شهر، لما تروح للمحاسب بتاعك هتقدر تحسب معاه الاوفر تايم من غير اي مجهود. بكده نكون خلصنا التايم شيت. مننساش نعمل لايك وشير وسبسكرايب. شكرا.